بالجرغبات خبيرة في الإبداع والتجديد والإدارة بالقيمة. إذا اليوم احنا في ورشة عمل تتنظم في نطاق مشروع شراكة بين تونس وألمانيا يتواصل للسنة الثالثة. المشروع هذا يتنفذه الأكاديمية الأوروبية للنساء في الأعمال والسياسة وتموله جيدة. إذا المشروع هذا الهدف منه هو تطوير كفاءات المرأة ودعم حضورها في موقع القرار السياسي. إذا اليوم في ورشتنا عندنا ناس جايين من الإدارة من السياسة ومن المجتمع المدني، ومع بعضهم باش يخموا على طرق ووسائل إبداع تخلي حظوظ المرأة تكون وافرة لوجودها في البلديات اللي هما قريبا إن شاء الله في تونس. ووجود المرأة مع الرجل في البلديات مهم جدا، لأنه العمل البلدي هو شأن عام، والشأن العام لازم تهتم به المرأة والرجل. إذا احنا اليوم فرحانين ياسر لأنه جولتنا هي في 5 مدن، سوسة، الكاف، وقروال، وقفصة. واليوم في قفصة نشوفوا أنه الحضور متميز، وإن شاء الله نخرجوا ببلان أكشن يكون وفير، ومش تدعموا الجمعية التنمية سنة للتنمية الاجتماعية والثقافية. إذا إن شاء الله تتابعونا في مشروعنا، وإن شاء الله يكون مشروع ناجح ووجود المرأة يكون متميز.